الوطن هوية كل شخص. عندما يسأل يقول أنا وطني العراق، وإذا يعني استلم العراق فالانتماء لا يستلم، أنا منتمي للعراق شئت أم أبيت، وهو حق مكتسب بالولادة، بالولادة أنه أنا وطن العراق ومنتمي إلى العراق، وهذا الحق لا يستلمه مني أحد إطلاقا. أن استلب الوطن لسبب أو لآخر، فالوطنية لا تستلب على الإطلاق، هي في دم الإنسان وفي وجدانه وفي مشاعره وفي أحاسيسه، لا تستلب، ربما تؤجل لكنها كشعور كوجدان تبقى حاضرة مع الشخص طالما هو عايش وطالما هو باقي في هذه الحياة. مشتاق للماي العذب عطشان تعبني الدار.